السلام عليكم، معكم مهندس ربيع. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. النهاردة في سيشن كده لزملائنا بمناسبة شهر رمضان الكريم، هنتكلم فيه عن الدريلينج أند ويل كنترول أوبريشن أون دريل سيم 20 كده. معانا إن شاء الله أول حاجة في السيميليتور الانستراكتور ستيشن، بعد كده في الدريلر بانيل، والدريلر بانيل طبعا بامب 1 بامب 2، المين بريك، اللور والريز، الروتري تيبل سواء توب درايف او روتري، الاس بي ام، الكاونتر، البامب بريشر، والستروكس اللي عندي سواء بامب 1 او بامب 2، وده طبعا زي ما احنا شايفين الريك فلور. الريك فلور بيبقى موجود عليه ايه؟ الستاند بايب طبعا، التشوك مانيفولد، البي او بي ريموت بانيل، تمام، وعندي طبعا الجيجز الموجوده اللي الدريلر طبعا بيبقى مونيتور ليها، وده طبعا زي ما احنا شايفين التشوك بانيل. ده طبعا المين اللي احنا بناخد عليه طبعا السلوب امبريت، واللي بيبقى موجود عليه السوبرفايزر وايل كيلينج، موجود عليه الدريل بايب جيج، الدريل بايب جيج موجود، الكيسنج جيج موجود، الكاونتر موجود، الاس بي ام موجود طبعا، الهاند فور كلوز اور اوبن موجود، الريجوليتور سواء سلو او فاست فور الهاند بتاعت الريموت تشوك موجود طبعا، الكيل لاين بريشر، تمام. ده بالنسبه للتشوك بانيل وبالنسبه للهارد وير بتاعنا او الاكويبمنت بتاعتنا. قبل طبعا اي اوبريشن هنتكلم ان شاء الله عربي وانجليزي. Before any operation اول حاجه طبعا سيادتك لازم تعملها اللي انت تعمل تشيك على اللاين اب، واللي تشيك لاين اب بتاعنا اربع حاجات: اول حاجه الستاند بايب، تاني حاجه اللي تشيك مانيفولد، تالت حاجه عندنا البي او بي بانيل والجيجز، رابع حاجه طبعا اللي انت بتعمل سيلكت للشوت ان ميثود من على اللي تشيك بانيل. هنبدا مع بعض كده. اول حاجه الستاند بايب، طبعا انا عندي مط بامب 1 ومط بامب 2، طيب ده كده طبعا كلوز، فانا بعمل تاتش. المفروض طبعا الفالف بيبقى مانوال في طبعا السيم الكبير او الريك فلور، برضو مط بامب 2 نفس الكلام كده. الاثنين مط بامب جاهزين على الستاند بايب لاين اللي عندي. نبدا بعد كده نخش على التشوك مانيفولد. التشوك مانيفولد طبعا ده اللاين اللي جاي لي، الفليكسيبل هوز اللي جاي لي من البي او بي، فطبعا ده لازم يبقى اوبن. زي ما احنا عارفين الاي بي اي بتقول ان كل المانوال فالف لحد الريموت تشوك شود بي اوبن. الريموت تشوك طبعا سواء هارد او سوفت ده ديبند اون الاونر بوليسي، ففي الكيس بتاعتنا لو احنا هنشتغل هارد شوت ام هيبقى الريموت تشوك على الكلوز. بتاكد طبعا اللي هو ايه فول كلوز، وده طبعا بيتعمل عليه فانكشن تيست ديلي من الاسيستنت دريلر والنايت بوشر. هو دلوقتي على الكلوز، فانا دلوقتي هبقى هارد شوت ان. لو الريموت تشوك على الاوبن يبقى انا ايه سوفت شوت ان، وقلنا دي طبعا اونر بوليسي، بس طبعا معظم الاونر بيفضل الهارد اللي هي كويك ومور سيف للكرو وللاكويبمنت، فاحنا هنشتغل اونر بوليسي هارد شوت ان، يبقى الريموت تشوك على الايه على الكلوز. نرجع تاني، يبقى احنا كده عملنا لاين اب للستاند بايب، تمام، تشوك مانيفولد. طبعا في فالف مانوال فالف على التشوك مانيفولد مقفول بعد الريموت تشوك داون ستريم، ففي الحاله دي طبعا لازم يبقى ايه اوبن. بعد كده الفلو هيجي على المط جاس سيبريتور، هيحصل لي سيباريشن هنا، الماض هينزل والجاز هيطلع على الفنت لاين. بعد كده في يوتيوب للشيل شيكر، اليوتيوب دي احيانا بيبقى عليها فالف برضو ماست بي اوبن. يبقى انا دلوقتي كهارد شوت ان ايه اللي مقفول؟ اللي مقفول عندي هو الريموت تشوك، وايه تاني؟ وطبعا الاتش سي ار، الاتش سي ار ده كده كلوز. يبقى في الهارد في عندي حاجتين كلوز، الهارد الاتش سي ار على البي او بي، وعندي الريموت تشوك على التشوك مانيفولد، يبقى دي حاجتين. طب في السوفت؟ لا، في السوفت بيبقى الاتش سي ار كلوز والريموت تشوك اوبن، يبقى جاست هو الايه
الاتش سي ار الكلوز. طيب هنيجي نعمل لاين اب بقى هنا ونشيك على الجيجز على البي او بي بانل. لما نيجي نعمل تشيك هنلاقي ان الانولر اوبن. طيب ننزل للابر رام هتلاقيه كلوز. ففي الحاله ديت سيادتك لازم تعمل ايه؟ اهو ماستر فالف تمام، هو هنا هولد اهو واوبن تمام. يبقى كده ايه؟ طبعا ده الجالونز اللي بنحتاجه عشان اوبن الابر بايب رام. طيب دلوقتي البلايند، البلايند اوبن، الاتش سي ار كلوز، تشوك لاين اتش سي ار كل لاين كلوز، اللور رام اللي هو الماستر رام ده اوبن، يبقى احنا كده الامور تمام. طيب نيجي بقى نشيك على الجيجز هنلاقي ان الانولر عندي 1000 بي اس اي. طبعا ده مناسب، ممكن نزوده شويه، دي بند اون طبعا البايب اللي في الهول ممكن نزوده شويه اهو مفيش مشاكل. ماستر اهو، ونيجي كده على انكريز هنلاقيه بيزيد معانا مفيش مشاكل خالص، نو بروبلم. طبعا ده حسب المانيفاكتشر جايد، وصل ل 1200 يعني سويتابل. برضو نيجي برضو للمانيفولد بريشر هنلاقي المانيفولد بريشر 1173، لا احنا المفروض 1500 هنزوده برضو لحد ما يوصل لايه؟ ل 1500 بي اس اي. طبعا ده الجالونز اللي انا بحتاجها سواء اوبن او كلوز، ولا بنعمل لها ريسيت تمام. نيجي برضو للاكوميليتور بريشر 3000 بي اس اي اوكي، الاير بريشر 125. يبقى انا كده كل الانولر او الرامز او البلايند او البوتوم رام كل ده اوبن، الاتش سي ار تشوك لاين والكيل لاين هم اللي ايه؟ الكلوز. طبعا انا بعمل ده كله ليه وبعمل اللاين اب ده ليه؟ لان انا داخل على دريلنج اوبريشن. يبقى دي اللاين اب بتاعت الفور واي فالفز او بتاعت البوزيشنز بتاعت الفانكشنز اللي على البي او بي، كل اللي في النص اوبن والاتش سي ار كلوز تشوك لاين والاتش سي ار كل لاين كلوز. طيب انا كده تمام ريدي فور تشيك سلو بامب ريت. انا دلوقتي لو هنتابع مع بعض هنلاقي الديبت بتاعي 5600 فوت، اما ده الهول ديبت، اما البيت ديبت حاليا 6470 فيت. يبقى انا كده اوف بوتوم 30 قدم. طبعا يفضل لما اجي اسجل سلو سيركوليشن ريت او سلو بامب ريت اللي انا ابقى نير بوتوم. ففي الحاله ديت انا هعمل ايه؟ انا هنزل سلولي مونيتور طبعا وايل رانين هول الديبت مونيتور الهوك لود فور سلاج ويت تمام. قربنا اهوت نازل طبعا سلولي مفيش مشاكل الدنيا سيف سلولي برضو قربنا اهوت من البوتوم يعني اوف بوتوم مثلا 5 فيت كويس تمام. انا كده اوف بوتوم تقريبا 5 فيت اوكي. هيبدا طبعا الدريلر يسجل السلو بامب ريت، وطبعا زي ما احنا عارفين السلو بامب ريت بتتسجل افري شيفت، او لو انت سيادتك حفرت لونج سيكشن ات ذا سيم شيفت وقالوا تقريبا 500 فيت. طيب هرفع انا كده البامب سلولي اهو سي مثلا عند 25 مونيتور طبعا البريشر وايل الستارت اب للبامب اوكي، وابدا اسجل طبعا السلو بامب ريت منين؟ من على التشوك بانل. طبعا السلو بامب ريت دايما بنسجلها منين؟ من على التشوك بانل. ليه؟ لان ده اللي بيبقى عليه الاوبريتور وايل الكيلينج. ادي الشارت ب 50 ادي 50 100 تقريبا 130 يبقى 25 اس بي ام البريشر عندي 130 بي اس ار، وابدا اسجل البريشر السلو بامب ريت اللي عندي كدريلر طبعا بامب 1 2
50 بامب 1130 بي اس اي. نبدا نرفع سي مثلا 35. طبعا السلو بامب ريت دي الكيل ريت اللي انا بقتل بيه، وده ديبند اون فاكتورز كتير، اهمها طبعا المود جاس سيبريتور كاباسيتي، وعندي طبعا التشوك كاباسيتي، وعندي الميكسنج كاباسيتي فور مات سيستم اند ريج. دي كده 35. لو عملنا تشيك برضو على التشوك بانيل هنقدر برضو نلاقيها 230. طبعا اتفقنا ان سلو بامب ريت لازم تسجل منين؟ من على التشوك بانيل. فبيبقى في هنا دريلر وفي اسيستنت دريلر على التشوك بانيل، ريموت تشوك بانيل بيبدا يسجل لنا. نبدا كده شوت داون لبامب 1. طبعا جود براكتس اللي احنا نسجل للاول بامبس على الريج ويز ديفرنت ريتس، دي مهمه جدا، دي جود براكتس عندنا في الدريلنج اوبريشن. برفعه سلولي بامب 2 25 اوكي. هعمل تشيك برضو قلنا على ريموت تشوك بانيل، هنعمل تشيك هناك نشوف البريشر كام. تقريبا في ديفرنت بسيط 140 بي اس اي اتس اوكي. نرفع بامب 2 ل 35 ونستنى طبعا الاستابلايز فور بامب بريشر. وصل تقريبا برضو ل 230. قلنا طبعا لتالت مره بنسجل السلو بامب ريت منين؟ من على الريموت تشوك بانيل دريل بايب جيج. خلاص انا كده اوكي بامب 1 وبامب 2. ببدا افصل بامب 2 وابدا سيلكت للدريلنج بارامترز بتاعتنا ديبند اون طبعا الديبت اللي عندي، ديبند اون الهول سايز، ديبند اون الهول كليننج اللي محتاجها، فاكتورز كتيره جدا طبعا اللي بيحددها الكومباني مان بالاتفاق مع الاوفيس والاوفست ويلز اللي احنا حفرناها قبل كده. فده هو ال 8 اند هاف، وهنحفر تقريبا ب 80 اس بي ام. فبرفع البامبين سلولي سلولي، يعني طبعا على البامب بريشر، دي قاعده او رول اوف ثام. برفع بامب يبقى انا دايما مونيتور للايه؟ للبامب بريشر. سلولي اهو 80 تمام. نبدا بعد كده نعمل تشيك على الار بي ام. الار بي ام برده هرفع ل 90 59 طبعا. وانا برفع ار بي ام يو شود مونيتور ايه؟ التورك، الاوف بوتوم تورك. برفع سلولي مونيتور للايه؟ للتورك. يبقى بامب برفع ستارت اب مونيتور للبامب بريشر، برفع ار بي ام مونيتور للايه؟ للتورك. ده طبعا اويرنس فور دريلنج اوبريشنز لمين؟ للدريلر. دريلر يا جماعه مونيتور اي حاجه بتتم يبقى لازم في ريكورد، يبدا يسجل طبعا كل حاجه. وهنقول دلوقتي هنسجل ايه بالظبط في الورقه اللي معانا ديت اللي هي بنسميها الدريلنج لوج. طبعا احنا بنكتب فيها التايم وبنكتب الاس بي ام، بامب بريشر، الار او بي، التورك، الار بي ام، البيت فوليوم، هاو ميني بارلز، الريتيرن فلو. طبعا دي ديلي بتتم كل 12 ساعه، الدريلر نيم، الديت بتاعنا. دي دريلنج لوج بنسجل فيها كل حاجه زي ما عملنا في الكيل ريت ريكورد كده. احنا اس بي ام مظبوط، بامب بريشر، الار بي ام، التورك. فاضل لي طبعا اعمل ايه؟ اعمل تشيك على الريتيرن فلو والبيت جين اند لوسز. فهنا طبعا قاري عندي 40%، 40% طبعا هاخد 5% اب 5% داون فور جين
اند لوسز يبقى انا 45 35 بنجيب عليها كده وادي الهاي الهاي طبعا قلنا 45 يبقى انا هنزل سلولي اهو كانت 40 اظبط على 45 تمام اقول له اوكي ده الجين بتاعي اللوسز طبعا 40 هتبقى كام 35 يبقى انا كده ظبطت الايه ادجاست للالارم اللي عندي فور جين اند لوسز 35 اوكي والالارم بتاعي يبقى ايه يبقى اون يبقى انا كده عامل مونيتور للريتيرن فلو اللي عندي بالاضافه اللي فيه فلور مان اون شيل شيكر مونيتور سكرينز فور جين اند لوسز اند ديريك مان اون مود سيستم تشيك افري 15 مينيتس اور 30 مينيتس مود ويت فيسكوستي اند اولسو جين اند لوسز اند تشيك اول فوليومز اون مود تانكس اوكي فور جين اند لوسز فور باريلز وي هاف اولسو to reset first after that high 5 barrels this okay 7 6 5 okay for losses minus 13 we need minus 5 should add minus 5 okay alarm also must be on now all parameters all return flow gain and losses is monitored driller now can start to drill slowly and go with break before bottom we should record SBM 80 bomb pressure 875 PSI ROB still torque عندي 5818 pound foot ال RPM معايا 90 ال PVT ال bit volume عندي ده مهم جدا طبعا ال barrels 498.77 ال return flow 40% المفروض طبعا يبقى في حاجة تانية للايه للتور احنا سجلنا التورك اوريدي اوكي ناو وي كان ستارت جو ويز بريك فيري سلولي وي جيت ناو تاتش اون بوتوم تاج اون بوتوم ستارت بيت سلولي مونيتور هوك لود مونيتور تورك تورك ناو اون بوتوم 6,232 باوند فوت انكريز سلولي اوكي نويتم بيت 13 نويل دريل يوزنج ويتم بيت 25,000 باوند اوكي ناو وي كان تاتش اون اوتوماتيك driller now we drill automatic just driller monitor and record drilling log wait on bit now we should record it wait on bit 25,000 pound ROB now ROB 43 foot per hour 43 foot per hour and still monitor just every 10 minutes 5 minutes record drilling log as we said before especially ROB to avoid or to check in case we have fast break also return flow gain and losses LBVT as we said torque now 10,000 foot pound we should record torque on bottom now 10,000 foot pound now SBM the same pump pressure 930 on bottom ROB 43 torque
10,200 RPM the same, LPVT 498.7, return flow the same, weight on bed the same, 25,000 pound. Depth, we should record also depth. Depth 6500, now 6501. Okay. We should monitor now all gauges, and this is the responsibility of the driller. As we said, every 5 minutes or every 5 foot, we should record all drilling parameters. And this awareness for driller or night busher or tool busher. Now depth is 6503. Drill pipe pressure 930. Same. Depth now is 6506. Drill pipe pressure is the same, 930. Okay. ROB now 679. It's increased more and more, and also we have return flow increase to 60, and also we have alarm. What happened? I think we have gain. We should position drill string. Okay, stop RPM, stop mud bomb, check pressures. Now we still get gain and alarm. We must shut the wheel in. Bomb pressure now zero. Master, close. Master, open, HCR, and we also have shot in data log, but first we should check stop alarm. We get bit gain 7 barrels, return flow now is zero. You must check it to avoid any BOP leak or failure. Also, at this point, we should monitor and check shot in data and call supervisor to come to rig floor. As we see, drill pipe pressure raise. We record time. The shot in drill pipe pressure is 600. Shot in drill pipe pressure is 5,700 PSI, and we must now call supervisor to come to rig floor. Now pressure is 650. Shot in drill pipe is 750. Tail pressure is stabilized and supervisor is come. Now pressure is 700,
and shot casing pressure is 800 psi. Remote choke is closed, everything is okay. After supervisor is coming, he check and give to instructions now. We must at that point line up flow line to trip tank to check any leak for BOB. It's very important at that point. And also monitor gauges to avoid any gas migration, to avoid any breakdown for formation. Okay, now this open. This open now. Can close on this. So we should monitor now trip tank. Okay, for any leak for BOB. It's very important point. Line up trip tank after shut in to avoid any BOB leak or to check leak. I think annular backing element may be leaking, but in case wellbore pressure assist, it will not leaking. Also, all rams wellbore pressure assist, but in case any leak happen, we can monitor it on trip tank. It's very important. Also, as we said, we should monitor gauges to avoid any gas migration, to avoid any breakdown for formation. At this point, supervisor collect stabilized data on kill sheet. Stabilized data. Now, as we said, from shut-in data log, last data drill pipe pressure gauge 650. Shot in drill pipe, shot in casing 800 psi. In bit gain, as we said, 7 barrels. It's okay. Now, supervisor start to solve kill sheet. First, kill mud weight. It should be current mud weight plus shot in drill pipe divided by TVD time 0.052 and get it. Also, ICB. Final circulating FCB and then step, then fill, step down, zero ICB and drop as how many PSI bear 100 strokes. Also, he should calculate maximum mud weight, maximum allowable mud weight. Also, initial MASB and the final MASB. Also, finished all strokes. To start kill well using driller method or weight and weight or any method suitable for our case, depend on our well data. In case we select weight and weight method, we should first reset counter and check mud volume available and start mixing it. And also a change mud weight to kill mud weight. It's very important in case 10.2, we have kill mud weight 12.1. Okay, now kill mud weight is ready and we can start up slowly and start killing well using weight and weight. For killing methods, we will have another meeting for killing method, how to select kill methods, how to kill well safe, how to solve problems while killing, like bomb failure, like remote choke wash out, or remote choke blocked, or any problem you can face while killing operation to kill well save, and also to check that well is dead. We will see you in another session, inshallah. Thanks for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.